السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الفيديو السادس من رحلة نوب العالمية. قبل أن نبدأ الفيديو يا صاحبي انزل تحت تدوس على اللايك، فجر اللايك واشترك في القناة لو لسه مشتركتش عشان تتابع الفيديو. للأحداث هنلعب حدث الإيطاليان ليجا عشان ناخد تفتيحة مجانية في الباك بتاع نجوم الفيديو. هنجمع تقريبا 3000 نقطة عشان ناخد التفتيحة. ودي التشكيلة بتاعتنا، لو حد شايف ان احنا ننزل حد من البدلاء ولا حاجة، دي البدلاء ومن بره الفريق يكتب لنا في الكومنتات يعني يرشح لنا ان احنا نعمل تغييرات في الفريق او افضل تشكيلة للفريق بتاعنا.
وكده يبقى الماتشين خلصوا وجمعنا الهدايا بتاع الماتشين، كتبنا الهدايا بتاع الايفنت ده، نجمع الهدايا، دينا خلصنا الايفنت، باقي الايفنت الاخير ده خلصه، احتمال مصورش الايفنت الاخير، احتمال يعني بس احتمال اكبر ان انا انزل الفيديو الايفنت الاخير. جمعنا الهدايا ونروح نشوف الباك الموجود، موجود نجوم الاسبوع، موجود ديمبلي وجريزمان، ديمبلي وجريزمان، عايزين صنع لعبتين عشان يلعب مع ديكاتلير ولوتارو مارتينيز، حلو لوتارو، وابراهيم دياز، احنا عايزين ابراهيم دياز عشان يلعب صانع لعب. احنا معانا 100 كوينز وتفاحة مجانية، هنبقى هنعمل الاثنين النهاردة، نقول بسم الله فعل نمين، دوري ايه، الدوري الايطالي، 5 نجوم، لوتارو ولا رابيو، لوتارو، حلو لوتارو برضه، بس احنا عندنا هجوم كتير، مش عارف هنلعب مين الوقت بديل. عندنا جيكو، عندنا وسام بن يدر وجيكو، كريستيانو بيلعب اوقات برضه في مركز الهجوم، وادي لوتارو، انا مش عارف والله رايح مين، اكتبولي في الكومنتات تحت نطلع مين من التشكيلة وننزل لوتارو. دي تشكيلة دي بقى اسف باك الايسي عشان نفتح فيها، احنا نفتح بالمية اللي معانا في النجوم برضه بتاع الاسبوع، قول بسم الله، هيطلع مين ان شاء الله، ديمبلي عشان يطول، يبقى هو وفالفيرد على الجنب اليمين تبقى قوية برضه ان شاء الله، دوري ايطالي برضه 5 نجوم، يبقى رابيو، ومفيش من الدوري الايطالي 5 نجوم غير مع رابيو، غير لوتارو ورابيو، عندنا برضه خطاص. حد شايف ان النسخة، عارف ان النسخة رابيو دي حلوة، اكتب لها في الكومنتات ان النسخة دي قوية، وهنلعب هو كمان نطلع منه ننزل رابيو، رابيو انضم للفريق، نروح للتشكيلة، نضيفنا اللعية، ظبطنا التشكيلة عشان تتناسب مع اللعبة، وبعد ما جاهم اللعبة الجديدة نزلنا رابيو، هنلعبه خط وسط متمركز، ننزل ونلعبه تشاوميني معاه، وفي الأول كنا احنا بنلعب 2 صناع لعب، كنت هنلعب 1 صناع لعب بس، نزلنا لوتارو مكان وسام عشان نجرب لوتارو.